افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ومحافظ المنوفية إبراهيم أبو لمون مسجد الرحمة والمغفرة بعزبة دودو التابعة لمدينة شبين الكومة بتكلفة قاربت 5 ملايين جنيه. وخلال الافتتاح أكد وزير الأوقاف استمرار تطهير المساجد وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا. افتتاح 16 مسجدا جديدا في 8 محافظات هو ما قدمته وزارة الأوقاف في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ليصل ما تم افتتاحه من أول سبتمبر من العام الجاري إلى 444 مسجدا حتى الآن، ضمنها مسجد الرحمة والمغفرة بمحافظة المنوفية الذي تم افتتاحه في حضور عدد من المسؤولين. اليوم يتم افتتاح 16 مسجدا، ده بيأكد على إن احنا نبحث عن المكان المناسب لتوفير خدمة بيوت الله مبنى ومعنى. بنأكد على عدة نقاط، ان احنا فعلا كل جهد وطني وبخاصة الجهود الذاتية وآل الفضل ندعم هذه الجهود، وده سر مجيئنا لتشجيع الناس الافاضل الذين يسهمون في بناء الدولة. ونحن نتقدم لكل مؤسسات الدولة بالشكر والتقدير في هذا التكامل وهذا التعاون فيما بينها لإنتاج شكل حضاري متقدم جدا لمصر في هذا الوقت الذي نرى من حولنا العديد من الدول في الحقيقة أصابها الخلل في كثير من المواطن. نرى مصر تتقدم تقدما ملحوظا بفضل قيادتها السياسية الحكيمة. وأشكر المواطنين وعزبة دودو قرية شنوان على بناء هذا المسجد المحترم، ونتمنى أن هو يستمر بهذه النظافة وهذا المستوى الجيد، وعلى كل الدعم من المحافظة لهذا المسجد. المسجد تم بناؤه بعزبة دودو التابعة لمركز شبين الكوم على مساحة 600 متر تقريبا وبتصميم معماري فريد وبتكلفة قاربت 5 ملايين جنيه، ليكون إضافة متميزة في شكل البلدة الريفية. المسجد مكون من طابقين 2 و3 أطباق من الخلف برضه تساعد المصليات. صحن المسجد لا يوجد به أعمدة في وسط المسجد. حضرتك المسجد متنفذ بسيستم نظام الفرنديل. حضرتك النظام ده من صعب جدا تنفيذه ونادر تنفيذه. اخترت الطراز المملوكي ان انا اقدر ابين المسجد من بره للناس، ان انا اعمل اقدر ابين الارث الثقافي المصري القديم. بين مدن وقرى وعزب على مستوى محافظات الجمهورية، وزارة الاوقاف تسعى لاعمار بيوت الله في الارض ليكون اثباتا ملموسا في اهتمام الدولة بالبناء للهدم. من منطلق خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، يأتي افتتاح مسجد الرحمة والمغفرة بمحافظة المنوفية بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وبنائه بطراز معماري حديث تحت إشراف وزارة الأوقاف، ليصبح صرحا دينيا يستقبل المصلين ويصدح بتكبيرات الأذان. من محافظة المنوفية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.